خير همي يجري في شريان دمي يوم أشوف الخير سمي وأسأل الله الجنان. أحبتي المشاهدين، أيضا في برنامج تراحموا هم مثلنا، هذا البرنامج أيضا يركز أيضا على هذه الحالات التي تلاحظونها الآن. نود أن نسأل، ندخل في حياة هؤلاء الناس، يعني إيش يعملون الآن بالضبط؟ يعني أنتم الآن تجمعون البلاستيك؟ نعم، نجمع البلاستيك ونبيعها. يعني ما في عندكم عمل غير هذا؟ من الصباح تقوم تشتغل؟ أيوه. هذا كم يصل سعر الكيلو للبلاستيك؟ 50 ريال. 50 ريال للكيلو؟ كيلو أيوه. يعني شولة هذه كم منها كيلو؟ هذا تطلع 8-9 كيلو بس. يعني يطلع بحدود كم لو قلنا بخمسين ريال؟ يطلع 450-500 ريال. كم تجمع في اليوم كيلو من البلاستيك؟ حوالي 10-12 إلى 15 كيلو. يعني يوميا؟ يوميا. ايوه، يعني لازم تبرهون تفرزونها فرز وما فيش معاكم اي شغله غيرها. انت كمان تشاركوا في نفس المهنه؟ ايوه، في هذا في الخرده. لا بأس بها يعني هذه المهنة معاكم يعني. وهذا الوظيف هو. عندك أسرة؟ عندي أسرة. كم من عدد أفراد الأسرة؟ منها 4 نفر. والحمد لله مشي معك. الحمد لله في الخير، نسوي عمل لنا. يعني ما فيش عمل ما ب... لا هذا الطريق. إيش حذر يا رب يا كريم؟ لا. لا الله أكبر، يعني تخيلوا أنهم يتعففون عن 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 عن, عن طلب الناس. بالعمل يعني بالعمل في هذا في كل وقت، حتى في شهر رمضان المبارك كنت تشتغلوا هذا؟ اشتغل لي هذا وريح، هذا علينا فرض. ايوه. وانت كمان لك اسره؟ نعم. ايوه. الاسره هذه هنا في صنعاء ولا في البلد؟ لا في صنعاء. في صنعاء هنا ساكن. كم مستاجر؟ مستاجر ب 10,000 ريال في الشهر. في الشهر؟ يمكن غرفه صح؟ ايوه، غرفه وحمام بس. طبعا يعني نفس الحكايه البلاستيك، تجمعون البلاستيك يوميا تصحون؟ أيوة. الخير قبل ان اقل قد اقل ايش هذا هو. ما تشتغلوا شيء اعمال ثانيه؟ ما في شيء اي اعمال. ايوه. ايش من كلمه تقولها للفاعلين الخير والله للناس اللي الدين احنا اجزاء الف خير، هذا عند ارحم الراحمين، وهذا الشهر الكريم ان شاء الله يجي الحين بخير وبركه. ايش من كلمه تقولها الفاعلين الخير في هذا الشهر؟ كيف اقول فاعلين الخير ساعدوا معنا. الكاميرا وجه الكاميرا. ايوه. اقول فاعل الخير ساعدوا معنا وساعدوا جميع الناس، يعني القاصرين ما يقدروش يشتغلون، هذا شهر كريم مبارك للجميع ان شاء الله. اذا اعزائي المتابعين، كمان هي رساله لكم للتعامل مع هذه الحالات الانسانيه، لمن احب دعم فعل الخير لمثل هؤلاء الناس من جبر الخاطر. جبر الخاطر، وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله سبحانه وتعالى. إذا هذا يعني ظرف يحتوي نوع من المساعدة، أتمنى أن تتقاسموها أنتم بينكم الاثنين بعض من ما قد يعينكم على حاجيات رمضان إن شاء الله. تحياتي لكم، أنا المهندس محمد حجر، والسلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المتابعين، برنامج تراحموا هم مثلنا، هذا البرنامج يتكلم عن المشردين في الشوارع وعن أصحاب الحالات الإنسانية الخاصة، لكن ما فاجأتنا هذه الحالة اليوم حالة طفل مشرد مرمي على الشارع دون أب أو أم. انتظرونا حتى نكمل لكم بقية هذا الفيديو الخاص ببرنامج تراحموا هم مثلنا. دلنا طبعا الاخ على هذا الطفل هنا في الشارع، طبعا هو ضحيه اب وام، طبعا هو متوفي. متوفي صحيح؟ ابوه متوفي. هذا الولد اذا من متشردي الشوارع كما تلاحظون، هذا هو مأواه وهذا هو فرشه، دائما يجلس هنا يعني للحقيقه تحت هذا الجسر. يعني قد لك فتره هنا صح يا بطل؟ ايوه. ايش مشكلتك بالضبط؟ يعني الام يعني مثلا متوفيه ولا الاب؟ الأب. أبوك متوفي؟ أيوه. أيوه. طيب الآن أهلك يعرفون عنك، أمك، إخوانك؟ في الحديدة. وأنت جالس هنا في صنعاء يعني؟ لحالي. طيب منين تأكل؟ فين الله غريب. أيوه. أيام البرد، أيام البرد يعني أنت يعني لا تجد إلا هذا اللحاف الآن. أيام البرد فين تروح؟
دبل كراتين واضغط. كراتين يعني لا بطانية معك ولا شيء ولا؟ يعني هكذا دائما وضعك؟ ايوه. اذا اعزائي المتابعين يعني صراحة مشاهد ينفطر لها القلب عندما نرى هؤلاء المشردين، هؤلاء هم منا يعني تراحموا، هم مثلنا، هم بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى مساندة. مثل هذا الطفل نتمنى لمن يتعرف عليه، لمن يعرفه، لمن يعرف شيء عنه أن يصله إلى أمه. قد تكون أمه الآن تبحث عنه في الحديدة. طيب إيش اسمك أنت؟ اسمي محمد. بلال. بلال. بلال من؟ بلال ثابت. حقيقي يا ولدي لا تخربطنا. بلال ثابت محمد يوسف. بلال ثابت محمد يوسف. محمد يوسف. أيوة. طبعا لك إخوان صغار. أيوة. ما تحس نفسك أنك فاقدهم؟ لا. وليش ما تروح تزاورهم؟ أصير ما معلق، ما فيش حق الكرة وما فيش. أنا أدي لك حق الكرة، أنا أبو فاعلين الخير يعطوك حق الكرة إن شاء الله، ونحاول إن نرجعك لإخوتك في شهر رمضان المبارك، بتقضي معاهم شهر رمضان وتتفرج إن شاء الله المسلسلات رمضان وغربة البن وجميع مسلسلات رمضان، إيش رأيك؟ تمام. نتعاون معك إن شاء الله؟ إن شاء الله. شوف الناس هذول اللي مجتمعين كلهم يعني مشجعين على أساس إنهم يرجعوك لأهلك، تمام يا بطل؟ تمام. فين ساكن في الحديدة أنت بطل؟ في الربصة. في الربصة؟ في الربصة. إن شاء الله بإذن الله أحبتي المشاهدين وفاعل الخير لمن حاب أن يتواصل معنا سنقوم بإرجاع هذا الطفل بإذن الله إلى أهله من خلال دعم بإذن الله. طبعا يعني أنت اليوم قد أكلت شيء؟ لا قد تغديت. قد تغديت؟ يعني كم وجبة تأكل في اليوم؟ وجبة واحدة. وجبة واحدة فقط؟ يعني إذا دالك صاحب مطعم دالك أي شيء؟ قدمتها؟ اكل. ايوه اكل. ممكن يا بطل توقف معنا؟ اذا هذا الطفل احبتي المشاهدين لا يجد الا هذا اللحاف، تخيلوا تحت هذا الجسر، تمام؟ هو بحاجه الى مساعده ماسه. نتمنى من الجميع ان يعني يتعظ بمثل هذه الحالات الانسانيه وان نقدر النعمه التي احنا عايشين فيها. الطفل ان شاء الله سنتولى ارجاعه الى اسرته في الحديده قدر ما نستطيع من دمع من جمع تبرعات او ما كان يوصلوا الطريق. ما تعرفش حد في صنعاء هنا؟ ماشي. اذا ان شاء الله سنتواصل مع اداره الامن والمختصين عشان يعملوا له اوراق او شيء عشان يرجع لاهله باذن الله. تمام؟ أيوه. بس تتعدنا انك ترجع. ارجع الله المستعان. الله تمام ضروري ترجع لاهلك واخوانك، امك الان منتظراك. تعرف البيت حقكم الان؟ ايوه. فين قلت لي؟ في حديده؟ في الحديده في الربصه. في الربصه، اذا في الربصه في الحديده. وين في الربصه بالضبط؟ وسط ربصة. عديت يلا ما تعرفش بقالة ما تعرفش. الله أنا في الحديدة بالله عند المسجد الكبير. عند المسجد الكبير إذن الله سنحاول قدر الإمكان جاهدين بدفع التبرعات. سنحاول الآن مبدئيا أن نعطيه مساعدة مالية. هذه المساعدة المالية يعني للمقاضاة بعض من يعني أغراضك الشخصية، تمام؟ حتى نقوم بالتواصل. وين صاحبنا؟ امسك يا بطل الفلوس، تعال. كما انه سنتواصل بالاخ الذي سوف يوفر يعني بعد توفير مبلغ مالي لترحيله الى الحديده ان شاء الله. ان شاء الله عن طريق اشرافك، وان شاء الله يعود يعني باذن الله مع صاحب سياره يتضمن ارجاعه لاهله ان شاء الله. تمام يا بطل؟ توعدنا وعد انك ترجع لامك. الله المستعان. ان شاء الله. اذا احبائي المشاهدين كنا مع هذه الحاله الانسانيه لطفل مشرد هنا في العاصمة، إن شاء الله سيعود إلى أهله في رمضان المبارك. تحياتي لكم أنا المهندس محمد حجر في برنامج تراحموا هم مثلنا. أنا حب الخير همي يجري في شريان دمي، يوم أشوف الخير سمي وأسأل الله الجنان.